انا حمزة رامي، عندي 12 سنة، اصغر ميوزك بروديوسر في مصر، بعمل مزيكا وبعمل ريميك للتراكات. انا كنت بسمع حميد الشاعري ومصطفى قمر، كنت بموت فيهم. كنت بسمع راب قليل جدا ساعتها، دلوقتي انا بسمع الراب يبقى انجلش. يعني انا بدأت اعمل مزيكا من سنة، كنتش بعرف ارص الحاجة كويس، كان ساعات الميلودي بيبقى فيه حاجة غلط، بتبقاش ماشية مع درامز. لكن دلوقتي انا عرفت اعزف، وصلت المرحلة ان انا اعزف بالمترونوم، ولسه درامز لسه هتعود ان انا اعزف عليها بالمترونوم. بستعمل ايه في الاستوديو؟ الفري تريل. انا بتعذب والله، بعد يوم واحد بخلص بسرعه، بعدها اعمله اكسبورت. جزء تالت، كل خلي فنانين يعتزلوا. وانا حاطط البتاع دي ليه؟ وحطيت عليه بون اوتو بلاستكشن. دي رصه الدرامز، حطيت بقى صوت الفنان وعدلته كده، حطيت شويه افكتات عليه يعني. بس هي دي النادي. انا بدات وكنت عامل بيت بتاع مهاب كده، كنت عامله عادي يعني، تمام، كنتش عامله الفيديو كده. جالي فكره قلت ليه ما صوروش، فانا يعني صورته واحد، تمام. والفكره اصلا كان اللي هي ترولينج. بعدها بقى نزلت بعدها بتاع مترو بومن، وقفت لحد هنا. فانا لاحظت ان الفيديو جاب ريتش عالي، والفيديو دلوقتي يعني بتاع ييت جاب 200,000. انا ببدا اعمل البيت، اول حاجه بس بحطه في برنامج اي اي يعمله سبليتر، بسمع صوت البيس، صوت الدرمز، الميلودي ماشيه ازاي يعني وكده. ببدا اعملهم واحده واحده، بعمل البيت، بصوره، بمنتج يعني، بفضل اقطع واحط ساوند افكتات يعني كده، بعمله اكسبورت بس بينزل. اتعلمت اعمل مونتاج لمامتي، ساعدتني في الموضوع ده لان هي جرافيك ديزاينر. عايز اشتغل مع كندريك لامار كريم اسامه، امير عيد، زياد زازا، كريم اسامه، مهاب. الخمسة نخلي كل فنانين يعتزلوا، ده انا هجيب لكم الحكومه. ايه دي؟ زياد زازا اصلا بيعمل مزيكا محترفه، فانا بحب اسمعها. شغال على اي بي والبوم، الاي بي ده هكون مشارك معاه في حد مع حد، والالبوم ده لسه مخلصتوش، هيبقى فيه تراكات كتير جدا ان شاء الله يعني.